اهلا فيكم مشاهدينا فقرة جديدة من برنامجكم عالم التسوق اليوم رح نقدم لكم ليزر جديد فعال جدا لحتى تعالجوا كل علامات التقدم في السن من تريا وهو ريجوفينيتنج ليزر هذا الليزر رح يخلصكم من علامات التقدم في السن سواء كانت خطوط رفيعة تجعيد او حتى تصبغات جلدية هو معتمد من قبل الاف دي اي يعني رح تكونوا اكيد مطمنين وقت ان انتم عم تستخدموه شوفوا معي هلا قدامكم في صور لاشخاص عم يستخدموا هذا الليزر شوفوا قبل وبعد قديش بتفرق مع البشرة هذا بفضل التكنولوجيا المتطورة اللي عم يستخدموها وهي تكنولوجيا الفراكشنال ليزر بس تطلبوا سكين ريجوفينيتنج ليزر رح تحصلوا على هيدا الباكجينج هيدا الباكجينج في المين يونيت او الليزر تبعكم هيدا هو الليزر بتيجي معه هيدي القاعدة اللي هي كمان عبارة عن قاعدة وكمان بنستخدمها لحتى نشحن السكين ريجوفينيتنج ليزر تبعنا مع هيدا التشارج اللي موجود هون مثل ما انتم شايفين طبعا انتم اكيد اذا حابين تعرفوا اكثر تفاصيل عن تريس سكين جوفنيتنج ليزر فيكم تحصلوا على هذه المعلومات سواء من خلال قراءه المانيوال او من خلال الدي في دي المرفق بالباكجينج تبعكم ولحتى نتعرف اكثر على كل التفاصيل الخاص بالسكين جوفنيتنج ليزر يسعدنا اليوم تكون موجوده معنا دايركتور اوف إدوكيشن من تريا اريكا هاي اريكا اه اريك تو سي يو ثانك باك ات ذا اريكا usually people uses like topical treatments and other treatments to treat sign, signs of aging. But why do we need laser to treat sign of, signs of aging? Well, here's the problem. Topicals mm -hmm. are just that. They mm -hmm. sit at the top of your skin. Mm -hmm. The real issue, the real, the real solution to, to tackling things mm -hmm. like fine lines and wrinkles, hyperpigmentation, discoloration, and uh, uneven tone and texture lies deep in the dermis of your skin. And only a fractional laser, a fractional non ablative laser, can go deep into the dermis of your skin and get those results for you. If you go to a a doctor. And you're saying I'm not happy with my topicals, it's not doing what, what إذا مشاهدينا سألت إنه بالعاده الواحد لما بيعالج علامات التقدم في السن سواء كانت خطوط رفيعة تجاعيد أو حتى تصبغات جلدية، أول شيء بنفكر فيه استخدام الكريمات، لكن هي خبرتنا هلأ استخدام الكريمات هو عبارة عن علاج سطحي، ما بنتأكد إنه ممكن يكون فعال وباغلب الأحيان نحن ما بنحصل على النتيجة اللي نحن بدنا إياها، فالحل هو دائما لو رحتوا لأي طبيب جلدية راح يقلكم أنتم بحاجة Fractional Laser وهلأ صار Fractional Laser هذه التكنولوجيا موجودة في ايدكم مع Skin rejuvenating Laser اللي معه راح يكون الحل الأكيد لكل علامات التقدم في السن. I know you can use multiple signs, you mm -hmm. can uh, treat multiple signs of aging by using skin rejuvenating yes. uh, laser, but we need to tell the audience how exactly does it work. We need to go Absolutely. into more details. Absolutely. So as you age, what happens is your body stops producing collagen. Okay. It loses elastin. Okay. You start to build up those hyperpigmentations underneath deep in the dermis of your skin, they mm -hmm. start to move to the surface, okay, where they're gonna show. Mm -hmm. um, what this does, what the Trius Skin Rejuvenating Laser does, a fractional laser, what it does mm -hmm. is as you glide down, microscopic columns of cellular disruption are penetrating deep into the dermis of your skin. Okay. What they're doing is they're they're forcing or they're encouraging the surrounding cells to start to produce collagen again. Okay. And as it does that, it moves the surface. smooths out the fine lines and wrinkles and brings all of that hyper uh, pigmentation to the surface where it naturally disappears اذا مشاهدينا مع التقدم بالسن البشره اوريدي راح يكون فيها تصبغات جلديه لكن بتكون موجوده في اعماق طبقات البشره وطول ما نحن عم نتقدم بالسن هيدي التصبغات بتطلع على سطح البشره بمجرد ما نحن نستخدم تقنيه الفراكشنال ليزر اللي موجوده بداخل السكيرجوفينيتنج ليزر شو بيصير بيصير انه هيدي التقنيه بتدخل على المستوى الخلوي وبتعمل خلل بالخلايا بت تخلي الخلايا وبتشجعها انها تفرز كولاجين اكثر هيدا الكولاجين بيدفش الخلايا الصبغيه او التصبغات الموجوده بداخل البشره لسطح البشره فبالتالي ناتشرلي او بطريقه طبيعيه بت بتختفي تماما عن البشره وبتعالج اكيد الخطوط الرفيعه وكمان التجاعيد اللي بتكون موجوده على البشره سو هو كان يوز ات اوكي سو ريلي اتس فور اني بودي هوز this, ذس رايت اف يو because بيكوز يو 10 to 15 years in the sun, and you know, maybe they're not showing now, but they're gonna show soon. Those age spots and that mm -hmm. hyperpigmentation, if you've been through pregnancy and you've had those. Odd color I spots, <laughs> absolutely. If you're starting to see those fine lines and wrinkles, and you don't want them to get worse, mm -hmm. this is who that's for. It's, mm -hmm. gonna, it's going to treat multiple signs of aging, fine lines and wrinkles, hyperpigmentation, and even if you have that uneven skin tone and texture. Okay. إذا مش هديني سألتني مين بيقدر يستخدم Skin rejuvenating laser mintria خبرتني إنه هي ممكن ممكن أي شخص يستخدمه إذا كنتوا مثلاً بتعانوا من خطوط رفيعة إذا كنتوا بتعانوا من التجاعيد من التصبغات الجلدية حتى حكت إذا مثلا ما كنتم مبسوطين من مظهر البشره سواء كان من حيث النضاره او من شكل البشره بشكل عام فالسكير ليزر هو الحل المثالي للتخلص من علامات التقدم بالسن ومثل ما انتم شايفين هلا قدامنا على الشاشه في صور لبعض الاشخاص استخدموا السكير جوفينيتنج ليزر شوفوا قديش فعاليه استخدامه على البشره شوفوا معي الصور قبل وبعد قديش انه فعال تخلص تخلصت البشره تماما من علامات التقدم في السن سواء كانت خطوط رفيعه سواء كانت تجاعيد او حتى Uh, كانت, uh, so what's the difference between tria skincare's laser and other treatments in the market? Uh, and, and i love that you asked that question because it's really what tria beauty is all mm -hmm. about, right? we don't take technology that's kind of sort of like what the professionals use. Mm -hmm. we take the exact same technology being used at the dermatologist's office, being used at the professional's office. Mm -hmm. we take that and we put the power in your own hands. so you are getting. you can be secure and safe in knowing that you're getting the real thing. Yeah. إذا مشاهدينا سألت إنه ليش نحنا لازم نستخدم تريا شو الفرق بينه وبين العلاجات خبرتهم خبرتني إنه بتريا ما بيقولوا إنه بيستخدموا تقنية شبيهة بالتقنية المستخدمة بالعكس هم بيستخدموا نفس التقنيات ذاتها اللي بيستخدموها بعيادات الجلدية والتجميل لهيك أنتم بتحصلوا على نتائج نفسها لكن بطريقة أقل تكلفة وبطريقة فعالة أكثر وبكل خصوصية وأنتم بالبيت. Yes. Okay very nice and very efficient result you, you're gonna get out of uh, three tree skin rejuvenating laser yeah, and finally right we can kind of almost turn back the clock It feels yes. as if like it, there comes to a point where you feel like I wish I could just not do what I've done to my skin yes. Is it too late it's not too late you now have this now let's show all the audience how easy it is to use. Let's do that. Okay, so the first thing you're gonna to wanna to do is you're gonna to wanna to wash your face. You wanna get rid of all the sunscreen and the makeup so there's nothing to block the laser light. Once you've done that, what you're simply gonna do is you're gonna turn on your laser. Okay? There's three levels to choose from one, two, 3 we suggest you start at 1 but quickly move to 2 or 3 to get the best results اذا مشاهدينا اهم شيء ان انتم تتخلصوا من اي شيء موجود على البشره يعني اذا في اي ميك اب لازم تزيلوه تماما من بعد تستخدموا الجهاز تبعكم بعد شحنه عندنا هون هيدا الزر لازم نضغط عليه بمجرد ما ضغطنا عليه معنا ان نحن شغلناه راح نشوف انه هو اجى على طول على ليفل 1 من بعد تدوس ليفل 2 ليفل 3 اريكا نصحتنا ان نحن نبلش على ليفل 1 بس مو معنى هيك ان نحن نطول عليه بالعكس Right. So, we can only use the laser on your face, and we've mm -hmm. divided the face into four zones for easy use. You're going to start treating in zone one. Mm -hmm. You will hear a beep, and you will move to zone two. Mm -hmm. Hear another beep, move to zone three. Mm -hmm. Hear another beep, move to zone four, which is right around here. And then it will turn off automatically on its own. We're suggesting that you do it only at night for a few minutes a day. You will wake up with exactly looking like السكير ليزر مشاهدينا هو جهاز جدا ذكي، يعني لحاله بقول لك امتى تنتقلي من منطقة لمنطقة، لازم كل اللي عليكم تسووه انكم تقسموا البشرة إلى أربع أجزاء، تبلشوا تشتغلوا بمنطقة معينة، بعد البيب تنتقلوا للمنطقة الثانية من بعد التالتة، من بعد الرابعة، كل مرة رح نسمع بيب، وبعد ما تخلصوا الوجه كله رح يطفي الجهاز تماما، هذه العملية لازم تقوموا فيها بالليل، وما رح تتطلب منكم إلا دقائق معدودة، وصدقوني رح تكون مذهلة واللي اكيد رح نحكي عنها بعد شوي، لكن في شغله كثير مهمه خبرتنا عنها اركا هو انه البشره حيصير فيها شويه احمرار، هذا الشيء كثير طبيعي لانه معناها انه البشره عم تستفيد من السكين روفونيتنج ليزر ومن بعدها بتكونوا اكيد رح تشوفوا النتائج المذهله. So now let's talk about the results. Yes. Okay, so the full regimen is eight weeks every day, once a day, for eight weeks off four weeks. Okay. But you're going to see wonderful results after just two weeks. Okay. إذا مشاهدينا هي طريقة التريتمنت تبعكم لازم تكون ثمان أسابيع تسووا جلسة يوميا بالليل من بعد تاخذوا أربع أسابيع بريك ومن بعد ثمان أسابيع بس أنتم منكم بحاجة لحتى تستنوا الثمان أسابيع لتبلشوا تشوفوا النتائج لأنه بعد أسبوعين بس راح تشوفوا النتائج المذهلة راح يكون في تجاعيد أقل خطوط رفيعة أقل تصبغات جلدية أقل يعني أي شيء بيخص علامات التقدم في السن راح يختفي تدريجيه من على البشره بفضل التكنولوجيا اللي مستخدمينها اللي هي الاف دي اي كمان معتمده من قبل الاف دي اللي هي فراكشنال ليزر كل اللي عليكم تسووه لحتى تحصلوا على السكين ريجوفينيتنج ليزر وتتخلصوا من علامات التقدم في السن هو الاتصال على الارقام اللي هلا بدنا نشوفها مع بعض يمكنكم الطلب الان بالاتصال على ارقام بلدكم الظاهره على الشاشه او قوموا بزياره موقعنا الالكتروني

اليوم مشاهدينا عم نعرفكم على العلاج الاحترافي اللي بيستخدم تقنيه الفراكشنال ليزر اللي هو سكيرج بونيتنج ليزر من تريا هو امن 100% اف دي اي بالاضافه انه ما له اي اثار جانبيه خطوات استخدامه كثير سهله كل اللي علينا نسويه هو ان نحن ننظف البشره من بعد طبعا بالليل لازم نستخدمه من بعد نقسم البشره الى اربع زونز ننتقل من زون للثاني وبس نسمع البيبي الاخير معناها ان نحن لازم نوقف الجلسه تبعنا وبهيك نكون خضعنا ل جلسة بتعالج علامات التقدم في السن بنشوف النتائج بس بعد أسبوعين من استخدام سكير ليزر من تريا شوفوا معي الصور الموجودة قدامكم على الشاشة قديش في اختلاف في بشرة الناس اللي استخدموا السكير جوفينيتينج ليزر قديش تخلصوا من علامات التقدم في السن قديش صارت التجاعيد والخطوط الرفيعة والتصبغات الجلدية أقل ببشرتهم وكمان الموديل هلا قاعدة معنا وقاعدة عم تخضع لهيدي الجلسة وأكيد أيركا عم متعرفنا Laser. Yes. So it really is a revolutionary device, and it is real technology. So there's some things you should note. We should really only be using it once a day, only mm -hmm. on our face. Avoid using it in the eye socket. Mm -hmm. the eye socket. Really, just go along the bone. Mm -hmm. We also uh, want to make sure that um, you don't use it on top of scars or open wounds, mm -hmm. and know that there will be some redness. إذا مشاهدينا كل اللي عليكم تسووه هو أنكم تتأكدوا أن أنتم عم تخضعوا أو بتسووا نفس التعليمات اللي خبرتنا إركا عنها هلأ وهو أنه مع استخدام السكير ليزر أنتم عم في أشياء لازم تتجنبوها أول شيء لازم أن أنتم مرة واحدة بس باليوم ولازم يستخدم بس على بشرة الوجه ولازم أكيد طبعا مثل ما نصحتكم تستخدموه بالليل راح تظهر شوية احمرار هذا الشيء أنه طبيعي وعادي معناه أن نحن عم نخضع للجلسة صح Mm -hmm. uh, okay, so now we, we need to talk about uh, the skin rejuvenating laser more. and actually, i know a lot of women are treating the signs of aging using botox and fillers. so is it okay for these kind of women who use botox and fillers to use Fractional laser or the skin rejuvenating laser? Not simultaneously. So, okay. what happens is if you're using Botox and fillers, the, the skin rejuvenating laser the, the, will go deep into your dermis and will actually pull out and reverse. Mm -hmm. So, it, it really, you should talk to your doctor beforehand. But just so you know, the fractional laser versus Botox, this is a much naturaler way to get very similar results. Yeah, for sure. Actually, the most thing is that the skin rejuvenating laser بشكل طبيعي بتحفز إنتاج وهذا الشيء غير البوتوكس والفيلرز، انتم اذا استخدمتوا الفراكشنال ليزر مع بشره محقون فيها بوتوكس او ليزر، فالمفعول تبع بينعكس تماما يعني ما رح تستفيدوا من البوتوكس والفيلرز كانكم ما عملتوا شيء بالمره، لكن احنا دايما بننصح ان احنا نروح للطرق الطبيعيه بدل ما نحقن شيء خارجي، نحن فينا ان احنا نستخدم الفراكشنال ليزر او السكيريجيفينيتنج ليزر لحتى نخلي البشره بشكل طبيعي تحفز انتاج الكولاجين. Yeah. So now let's talk about clinical reports. Yeah. Absolutely amazing. So, 100% of our users experienced significant improvement in the texture of their skin. 75% mm -hmm. of, uh, of our users experienced improvement in the fine lines, mm -hmm. in uh, wrinkles, and in discoloration. So, those are great numbers. Yeah, niya bilmiya mill ashqas <laughs> el istaqdim ul skin rejuvenating laser kan fi tahassul malhoud fi mazhar al bisha. بينما خمسه سبعين بالمية من الأشخاص اللي جربوا الـ skin rejuvenating laser صار عندهم تحسن كتير ملحوظ في مظهر التجاعيد الخطوط الرفيعه والتصبغات الجلديه، يعني هلا انتم فيكم تحصلوا كمان على هيدي آه النتائج المذهله. اركاس، thank you thank so you. much for being here with us today. Thank I'm you. so excited about all the treatments and all the devices that you share with us from TRIA. I love this device, yeah. Thank you so much, thank you dear. إذا مشاهدينا مثل ما انتم شفتوا معنا نحن آه قدمنا لكم حل فريد من نوعه متطور جدا لحتى تعالجوا علامات التقدم في السن بعد اليوم ما في بوتكس ما في فيلرز ما في أي كريمات لأنه كل هيدي العلاجات ما تعطينا نتائج المرجوة نحن اليوم قدمنا لكم التكنولوجيا المتطورة اللي هي الفراكشنال ليزر في ديفايس كتير صغير هو السكيريج ليزر من تريا هو آمن 100% ما لأي أي آثار جانبية بالإضافة إلى أنه اف دي يعني مرخص من قبل الاف دي اي بنشوف النتائج بس بعد أسبوعين إيه لازم أكيد طريقة الاستخدام مثل ما خبرناكم سهلة كتير لازم نحن نعمله أو نستخدمه مرة واحدة باليوم بالليل على الوجه بس ولازم تتبعوا كل التعليمات اللي احنا خبرناها لكم اليوم اذا مشاهدينا هم بيكون خلص وقت فقرتنا لليوم من برنامجكم عالم التسوق على امل ان انا اشوفكم وجد اللقاء معكم بفقره جديده اعجبكم المنتج اضغط على اضافه في السله